نظام الحرب المتكامل على طراز F-35. تركيا تكشف تفاصيل مثيرة حول مكونات مقاتلتها الشبحية. تعتبر المقاتلة المأهولة من الجيل الخامس تركية الصنع كان إحدى أهم نقاط التحول للصناعة الدفاعية التركية، والتي أجرت أول رحلة لها بنجاح في 21 من شهر فبراير الجاري. وتحمل المقاتلة على متنها العديد من التقنيات التي تطورها شركة أصلسان التركية للصناعات الدفاعية بقدرات محلية. وكشفت رئاسة الصناعات الدفاعية عن أنظمة أصلسان المستخدمة في الطائرة المقاتلة التركية من الجيل الخامس كان، والتي تم تطويرها لتنافس نظيراتها في المقاتلة الأمريكية الشهيرة F-35، وتشمل أنظمة الاتصالات المشفرة، أنظمة التعرف على الصديق من العدو، وصلة نقل البيانات، وأنظمة اتصالات داخلية ثلاثية الأبعاد، وكذلك نهجا قائما على الأرض والأقمار الصناعية، وأنظمة الملاحة ومؤشرات الطيران الاحتياطي، ونظام الخوذة الذكية تولغار، ونظام البحث والتتبع بالأشعة تحت الحمراء، وبالإضافة لما سبق نظام الاستهداف الكهروضوئي المتكامل، ونظام التحذير من الصواريخ بالأشعة تحت الحمراء، ونظام التحذير بالليزر، والتدابير المضادة الموجهة بالأشعة تحت الحمراء، وأطقم التوجيه الذكية، وأجهزة الاستشعار المستخدمة في نظام التحكم في الطيران، ونظام الحرب الإلكترونية المتكامل، ورادار مصفوفة المسح الإلكتروني نشط آيسا، ونظام التدابير المضادة. وفي رسالة له قدم المدير العام لشركة أصلسان أحمد أكيول التهاني لزملائه من شركة توساش المصنعة للطائرة، وجميع المهندسين والفنيين والعاملين في الشركة، وكل من ساهم في هذا المشروع، أضاف قائلا: سنواصل العمل ليل نهار من أجل استقلالنا ومستقبلنا.